خطورة الشرك، فمن خطورته ما يأتي. أولا أن الشرك ظلم، قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة كما في الصحيحين: يا رسول الله، أينا الذي لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وإنما كان الشرك ظلما لأنه في حقيقته ليس للنفس فيه متعلق، بخلاف الذنوب فإن العبد يضعف أمام شهوته ولذته، أما الشرك فأين اللذة فيه من حيث أصله وطبيعته؟ حتى لا يقول قائل إن هناك من يستفيد أموالا وراء الشرك كدعوة الأولياء والموتى. فلما لم يكن له متعلق بالنفس كان محض ظلم وجور. الأمر الثاني في بيان خطورة الشرك أنه لا يغفر، قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر الثالث المبين لخطورة الشرك أن الشرك افتراء وكذب، وأي افتراء؟ افتراء عظيم، قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم ختم الآية فقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل عن أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الأمر الرابع أن الشرك ضلال، وأي ضلال؟ ضلال بعيد، قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأمر الخامس أن الشرك يحرم دخول الجنة ويوجب الخلود في النار، قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر السادس أن المشرك تنقص الله عز وجل إذ عدل به المخلوق وكفى بهذا الإثم إثما عظيما، قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الأمر السابع أن الشرك مناف للحكمة التي من أجلها خلق المخلوق، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثامن أن الشرك إذا وقع في الأرض واضمحل التوحيد كله خرب العالم وقامت الساعة، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. الأمر التاسع أن الشرك يهلك صاحبه هلاكا لا محيص له عنه، قال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحال المشرك في الهلاك كحال من سقط من السماء، إما أن تخطفه الطير قبل أن يقع، وإما أن يسقط فيتناثر فتدروه الرياح، فالهلاك له محقق. الأمر العاشر أن فيه إرضاء للشيطان، قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وعبادة الأصنام هي عبادة الشيطان، ولذا قال في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الأمر الحادي عشر أن المشرك ينحط قدره فتكون البهائم أفضل منه، قال عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأمر الثاني عشر أن الشرك هو عين الجهل، عين الجهل بعظمة الله، عين السفه وعدم حسن التصرف، قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وليس هناك علم لهؤلاء، ولذا قال عز وجل: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخطاؤه كثيرة،
تزيد عن هذا الحد وعن هذا العدد عند التأمل، لكنها إطلالة وإمرارة سريعة ليقف المسلم على خطورة الشرك، ولتكن هذه الأمور منطلقا له في التدبر والتأمل في النصوص ليعرف مكمن خطورة الشرك.